بمناسبة إن حضرتك المهندس الزراعي سيد القاهرة، عايزين نعرف خلال الأيام الماضية كان وزير الشباب والرياضة ومسؤولية اتحاد الكرة كانوا اتكلموا إن ملعب سيد القاهرة مش هتلعب أي مباريات، وبعد كده الزمالك لعب لقاءين اللي هو لقاء الجونة ولقاء الوداد، فكنا عايزين نعرف إيه التجديد اللي حصل بعد المباراة لاستعدادا لمباراة مصر والسنغال في أرضية الملعب. والله بص، هو مبدئيا احنا كملعب هنا مفيش مشكله بالنسبه لنا، احنا كل مباريات الدوري الحاجات دي استخدمناها هنا، وكان زي ما انت قلت حضرتك والملعب زي الفل زي ما انت شايف حضرتك، ولا في اي مشاكل فيه. وده بالنسبه للسبب، لان ده النظام الجديد بتاع الملعب اللي احنا عملناه اللي هو الهايبر جلاس، اللي هو معمول في اوروبا وفي دول كتيره جدا بره، وهو على فكره هو مش جديد، هو معمول من 93 النظام ده، بس احنا اللي احنا عملناه هنا في مصر لما جت لنا بطوله امم افريقيا 2019 لما كاميرون اعتذرت عن استضافتها. فاحنا طبعا بتوجيهات من الوزير الدكتور اشرف صبحي ان احنا شلنا الملعب ده خالص، عملنا له الصرف والري جديد، وغيرنا كمان الري، عملنا نظام بوب اب اللي هي رشاشات الميه عباره عن 24 رشاش على 3 محطات، وغيرنا طبعا زرعنا حاجه اسمها بذر الصيفي اللي هي البرمودا، وبعد كده رحنا جبنا مكنه التدكيك اللي هو عباره عن الياف صناعيه. يعني انت اللي شايف الملعب اللي هنا ده فيه 2 مليون من الالياف الموجوده دي، هي اللي هي الفتل دي هي. وبعد كده جينا فتره الشتاء زرعنا الشتوي، فاحنا كل سنه اللي بنعمله ان احنا بنزرع الشتوي فقط في من نص 10 لاول 11، اما الصيفي خلاص اللي احنا زرعناه في اول مره. وانت تلاحظ الحمد لله فتره الشتاء الملعب الوحيد اللي هو في مصر كلها اللي هو ماسك نفسه بالشكل الحمد لله، واستقبل مباريات فتره الشتاء وزي ما هو زي ما انت شايف حضرتك. ونتمنى ان شاء الله ان منتخب مصر ان شاء الله يفرحنا كده ونصعد باذن الله كاس العالم باذن الله، ونكسب السنغال باذن الله. خلال مباراه الاهلي والزمالك في الدوري خلال فتره الشتاء كان الناس اتكلمت خوفت ان ارضيه الملعب مش هتكون كويسه، بس بعد كده ما الانديه لعبت على الاستاد حسينا بصراحه ان الملعب كويس وما فيش حاجه. ده سببه ايه او بسبب ايه بالظبط؟ اشرح لنا ايه اللي حصل. ما ده السبب اللي قلت لك عليه، اللي هو النظام الجديد اللي اتعمل اللي هو الفايبر جلاس، هو ده اللي بيخلي الملعب بالشكل ده، لان طبعا كل النجيله في فتره الشتاء بتخش في حاجه اسمها تور سكون. طور السكون ده هو اللي بيأثر وبيسبب ان خلاص يبقى زي ما انت بتشوف بيبقى اغلبيه الملعب مصفره، الجزء ده هو اللي بيسبب المشاكل دي هي. والحاجه الثانيه انت بتشوف جميع الاستادات في بالنسبه للنجيل الطبيعي بيبقى فيه كتل طالعه، مثلا في مكان التاكلينج بيبقى فيه كتل كتيره طالعه، هنا ما بيحصلش عندنا الكلام ده لان الفايبر والحاجات دي ماسكه النجيله الطبيعي اللي هي الشتوي والصيفي. كل فتره بنلاقي فيه مباريات قليله بتقام على ملعب القاهره. طيب ده دايما ملعب القاهره مغلق للصيانه، ده بيبقى سببه ايه او يعني عايزين نفهم حضرتك؟ احنا ما بنغلقش حاجه، احنا حسب المباراه بتجينا. هو كان عندنا الاهلي والزمالك هنا، فالاهلي راح ملعب السلام فالزمالك هو اللي عندنا. احنا بالنسبه للماتشات احنا في اي وقت جاهزين، بس انا مش عارف حكايه الصيانه دي، هي كل شويه يقول لك الملعب مغلق للصيانه. لا، انا احنا جاهزين في اي مباراه في اي حاجه، احنا جاهزين مفيش اي مشاكل خالص بالنسبه لنا. طب من المفترض يعني تلعب كم مباراه على الاستاد بحيث اللي تبقى النجيله دايما ثابته؟ هل في عدد معين من المباريات ولا هو بتبقى ماشيه ازاي؟ هو بالنسبه لنا النظام بتاعنا ده هو ممكن من 3 مباريات في الاسبوع عادي بالنسبه لي استقبله، مفيش مشاكل بالنسبه لي. بالنسبه للنظام الطبيعي طبعا بيبقى صعب ان انت تستقبل 3 مباريات، هو لو مباراه في الاسبوع يبقى كويس بالنسبه اللي هي الملعب الطبيعي، لان هتفترق طبعا من نوعيه لنوعيه.